الله عليك، فكرة تجنن. أنا فعلا من زمان نفسي قوي في الأكلة دي، بس ما جبتش مدام شهيرة وسلمى ليه معانا؟ شهيرة؟ يا خبر أبيض، دي منع دخول الكوارع البيت، وسلمى بتتقرف منها. لو هي وش قرف فعلا بتتقرف منها. على صحيح يا عم، انت عرفت مكان مصمت العفش ده منين؟ العفش ده احسن واحد في مصر يعمل لحمة راس. اتفضل. جبت لك شوربة كوارع مخصوصة فؤاد باشا عبال ما الطلبات تخلص. الله. معلش يا عمي، انا ماليش في شوربة الكوارع، انا ممكن اضرب عكاوي. اضرب عكاوي بس الاول اضرب كوارع. يا عمي بقول لحضرتك ريحتها بتضايقني، بتقلب معدتي. يا ابن الحلال، انت عارف دي تعمل لك ايه؟ دي تخليك زي الحديد. يا عمي انا زي الحديد من غير شرب الكوارع. انا شربتي جايه، طوعني مش هتندم. انا عايز اندم يا عمي مش هشربها. انا بقول لك اشربها. انا بقول لك بس بس ولا تزعلوا نفسكم انتوا الاثنين. الشوربه ايه؟ ايه الصعد ده؟ انت اللي حتدخليني النار. عنايات اعملي لي شاي دلوقتي يا بيه، دي الساعة داخلة على واحدة. معلش اصل انا شوربة الكوارع مسخناني قوي وتعبان شوية. حاضر يا بيه. ما تهدى يا فؤاد، مش كده؟ اهدى ازاي بس؟ دي بتقول انه خطر جدا للرجالة اللي في سننا، دي فيها جلطة، يعني الراجل ممكن يروح في طيس. ما هو طفص هو كمان. اتفضل يا بيه. بنت عنايات. ايوه يا باشا. بقول لك ايه؟ انت ايه؟ انا اصل ما تجيب بوسه. ايه يا بنت انت بتقوله ده؟ عيب كده. استني كده، انت فاكرني ايه؟ افهمي بس، افهمي. انا فاهم، اصل انا في لحظه تاريخيه ما بتتكررش كتير، صدقيني. هاتي بوسه. يا لهوي، عيب كده يا بيه؟ واحد في سنك عاوز يعمل الحاجات دي؟ ما هي دي المعجزه يا بنت، اسمعي كلامي. تعالي، راحه فين؟ تعالي بس، هاتي بوسه. انت ما تعمليش حاجه، افهمي. لا يا بيه، عيب كده يا بيه. وطي صوتك يا بيه، عيب كده. يا ده صديق، ايه الحالي؟ يا بابا اللي انت بتعمله ده؟ تعالي يا بابا. يا بابا سبت ايه المراهقين؟ يا بابا اهدى اهدى اهدى، ايه اللي حصل؟ شفت يا بيه والدك؟ معلش معلش يا عنايات، بابا في سن الياس. معلش يا شير، انا في قمه مجدي. خلاص عنايات، حقك حقك عليا. عنايات خد خد عليا. معلش حقك عليا، حقك عليا. انا اسف انا اسف انا اسف. يا بابا بطيب بطيب بخاطرها. انزل يا بابا. يا بابا يا بابا يا بابا، افرض لمت هدومها ومشيت، هنعمل ايه؟ هنروح لها بيت للدرجات يا بابا. ايوه ايوه، شربة الكوارع دي شربة فولاذية، أحيت فيها حاجات كانت ماتت من سنين. أنا بنت الناس برضك يا بيه، كله إلا كده. أنا هلم هدومي وماشي حالي. خلاص امسكي دول دلوقتي، انزلي نامي وأنا هشوف الموضوع ده. يلا يلا. طب يا حبيبتي، إحنا هنعمل اللي أنتِ قلتي عليه فورا. باي باي، مع السلامة. ها قالت لك إيه؟ زي ما قالت لك يا حبيبي، جلطة وتصلب شرايين. إحنا لازم يا حبيبي نديله حقنة دلوقتي علشان الشد العضلي اللي عنده. حقنة دي هجيبها منين دلوقتي؟ أنا أعتقد إن بنتك على طول شايلاها معاها علشان التمرينات. أنا عارفة إنها ممكن تكون في الحمام اللي تحت. أنا هروح أسألها وأنت انزل دور في الحمام. يا بابا، إيه الأخبار دلوقتي؟ افتكر التلج ده هيجيب نتيجة. هيهديك شوية، هيهديك شوية. حاسس بإيه دلوقتي يا بابا؟ نار نار نار، عمالة تزيد. نار نار يا بابا، ده انت شوية وتبقى في الاسكيمو. نار ايه؟ اسكيمو ايه؟ لو سمعت كلامي وطلبتني المطافي كانوا ضربوني خرطومين جديد. لا يا بابا، انت في حالتك دي مش محتاج مطافي، انت عايز بوليس الاداب. ليه؟ بوليس الاداب ليه؟ هيظبطني مع التلج؟ اهدى بابا، اجمد شوية، اجمد. ابوس ايدك. اجمد اكتر من كده، دي تبقى مصيبة. مصيبة. عمي انت مين قالك ان بابا في الحاله دي؟ انا هات حكت لي. يا دي الفضايح، يا دي الفضايح، يا دي الفضايح. معلش يا فؤاد، شوربه الكوارع دي كانت فكره منيله. ما يهمكش ما يهمكش، الشوربه برضه عملت معايا شغل جامد قوي. ايوه انت متجوز. خلاص اهدى اهدى يا بدران، انا هدور لك على حقنه هتريحك خالص.
حقنة ايه يا عمي؟ ثانية واحدة. ايوه الحقنة اهي. حقنة ايه يا عمي؟ دي للشد العضلي هتريحه خالص. ودي هتديها له فين؟ في الوريد؟ لا يا نهار اسود. ايه ده؟ يوه. طب بص على ايه؟ لا ما تقلقش نفسك، انت ما فيكش حاجة، انت زي الفل. حازم انا خلاص قلبي اتقبض من البيت ده، واللي زعلني قوي الفضيحة اللي فضحتها قدام نسيم. يا بابا فضيحة ايه؟ فضيحة ايه؟ ما تقولش كده. انا لميت الموضوع وقلت لهم ان دي كانت حقنة السكر. حقن السكر؟ هو في حقن السكر بتتاخد؟ اسكت اسكت. يا بابا قلت لهم ان دي كانت ظروف والعرق كان هربان. المهم الحمد لله عدت على خير. بقول لك يا بابا ما تيجي اطلعها ونخلع من لنا السود اللي احنا عايشينها. نعم التجنيد والقرض كان في مشكلة. رؤوف لسه مكلمني من الشركة بيقول ان مدير الائتمان في البنك عند فؤاد بغلبه كل شوية طلبات وضمانات. امال الجوازة الهبلة اللي انا فيها دي لازمتها يا بابا؟ تنساش ان فؤاد لسه اجازة، اكيد لما ينزل البنك هيحل كل مشاكلنا. يا رب. طب يا بابا انا هسيبك تريح شوية. بقول لك ايه؟ ابعت لي عنايات. عنايات ايه تاني يا بابا؟ هي الحقنة ما عملتش مفعول؟ حقنة ايه؟ ما تفهمنيش غلط. انا عاوز اعتذر لها بصراحه لما بشوفها مستريحك.